وش اللي يحزنك؟ الشيء الذي يحزنني الآن أشوف بثوث بالتوك توك إلي أناس كبار في السن. يا كبار السن احفظوا وقاركم، يا كبار السن لا تجلسون في أماكن غير أماكنكم، إذا طلعتوا على بث التوك توك اطلعوا بهيبكم. ما عهدنا أنه كبار السن اللي حنا كنا نشوفهم الصراحة، ما عهدناهم إلى أنهم يكونون في مواقع لا تليق بأشكالهم، مثل اللي يطلع يا طول عمر يا محط له سطل الماء يكبه على رأسه، ولا طالع الناس يتريقون عليه. ترى كبير السن عند أهلنا الأولين يحط بصدر المجلس، يبدأ يحل مشاكل الناس، يجون الناس يحل مشاكلهم، يروح لفلان وعلان يصلح بينهم. اللي أنا أراه مكتوب شيء محزن حقيقة. أنا ما أحب أني أرى مهابة كبار السن تصل إلى ما وصلت إليه. إشكال يعني إنسان ملتحي، إنسان عليه سمات الوقار، يدخل بثوث مع ناس صغار بالسن مع جنس ثاني، ما يليق لكم هذا المكان. كبار السن احفظوا رجائي وقاركم، فالأجيال تنتظر منكم كل شيء جميل. من الجمال أن تبتعدوا عن مواطن الريبة، أن تبتعدوا عن مواطن تقزيم الذات. فالبثوث والله ما تجيكم إلا النقص، عندكم عيال وعندكم جماعة والناس يناظرونكم. طبعا أنا أذكر كبار السن من الجنسين، لا حريم ولا رجال. اللي أنا أشاهده من البعض حقيقي ضيق الصدر. احفظوا وقاركم، في ناس تلقوا طالع يبث ما عليه إلا فنيل وسروال، وطالع النص ساقه، واحد يحط الدش عليه أنا سمكة. والله ما كنت أتخيل قسم بالله إني أشوف هالمناظر هذه بحياتي. فكبار السن مكانهم متقدم بالمجتمع، كبار السن دائما يصدر بالمجلس.